احنا نحب نشير في البداية ان الاحتفال ان شاء الله اللي سيتم في مدينة طرابلس سيكون ان شاء الله تعالى يوم 18 من شهر فبراير، سيتم تنظيم الاحتفال بمدينة طرابلس، وهذا لغاية معينة لأن بحيث يتم هذا الاحتفال بما يتناسب مع الأحوال الجوية، وإحنا إن شاء الله يتم توضيح من طرف المركز الوطني للأرصاد الجوية حول الأحوال الجوية اللي حتكون يوم 17 من فبراير ويوم 18 من فبراير، اللي إن شاء الله ستكون الأجواء مناسبة لتنظيم الحفل. الحقيقة كثير من الأمور اللي تخص ذكرى الاحتفال تداولتها عدد من الوسائط الإعلامية، وكيفية تنظيم الحفل، الإعداد، المشاركين فيه، مخصصات المالية اللي خصصت، فتم فيها لغط الحقيقة. وارتئينا في اللجنة العليا للاحتفالات عقد هذا المؤتمر الصحفي بحيث نبين لكم هذه النقاط تباعا. أولا الحقيقة فيما يتعلق بتنظيم الاحتفال، أنا نأكد ونأمن على أن اللجنة العليا للاحتفال وظيفتها الأساسية والغرض من تشكيلها يخص بالدرجة الأولى ضبط وتأمين وسلامة الجمهور العام وأبناء الشعب الليبي اللي سيتدفقوا سواء في مدينة طرابلس والعدد من البلديات للتعبير عن احتفالهم بهذا اليوم. فالقصد أن الحكومة هذه واجباتها الأساسية، هذه الواجبات المناطة بها، أن تضمن سلامة المواطنين في مثل هذه الاحتفاليات اللي عادة تتداعى فيها الأسر الليبية مجتمعة بحيث أنها تكون في الساحات وتعبر عن فرحتها. فهذا الغرض الأساسي للجنة. اللجنة الحقيقة شكلت اللجنة العليا فيها مختلف قطاعات الدولة المعنية من وزارة الصحة لوزارة الداخلية لجهود التطوعية للشباب لإشراك عدد من الشباب في المنظمات الوطنية للشباب لمساندة أجهزة الدولة المجتمعة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المختلفة سواء وزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة، وكذلك شركة الخدمات العامة بمدينة طرابلس هي عضو في هذه اللجنة. اللجنة تقسمت إلى عدد من اللجان التنظيمية. أولا شكلت لجنة أمنية وظيفتها هي تأمين الجمهور العام وأيضا تنظيم عملية السير اللي تتم في مدينة طرابلس، وأيضا لمنع الازدحام والتزاحم، وأيضا تعرفوا أيضا لتأمين سلامة المواطنين من حيث السلامة الصحية وفق الإجراءات الاحترازية. وهذه اللجنة أيضا بعضوية وزارة الصحة للتأكيد على سلامة وضبط الإجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين حفظهم الله جميعا، خاصة وأن هذه الوزارة والأجهزة المعنية فيها من واجباتها الأساسية هي اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لجائحة كورونا والتأمين على سلامة المواطنين. الإجراء الآخر أو الرسالة الأخرى من تأمين أيضا في المقابل أيضا تم تشكيل لجنة فنية أخرى تعنى بالاحتفال الفني والثقافي الرمزي على المستوى الوطني، لأن أيضا هذا يأتي في واجبات الحكومة عبر قطاعاتها المختلفة للتنسيق الجهود في هذا الحفل. وتم أيضا تشكيل لجنة مساندة ولجنة فنية تعنى بالتجهيزات والخدمات خاصة فيما يتعلق بمدينة طرابلس. أيضا كان ممثل في عضوية اللجنة العليا وزير الحكم المحلي، وزارة الحكم المحلي ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بحيث أن تكون هناك خارطة وتكون هناك توجيهات وتعليمات لأجهزة الدولة المختلفة سواء على المستوى العام المركزي وعلى المستوى المحلي لتنظيم الجهود بحيث أن تكون الاحتفالات تبدأ من إن شاء الله من يوم 17 فبراير، واتباعا على المستوى الوطني على مستوى البلديات وأيضا على مستوى التجمعات اللي هي تعقد العزم على تنظيم احتفاليات سواء
احتفاليات نوعية وعلى الاحتفاليات على مستوى المحلي في البلديات. هذه الاحتفالية الحقيقة احنا سيكون فيها إنجازا لنا الإطلاق أو التعريف بما سيتم في الحفل اللي سيقام إن شاء الله يوم 18 من فبراير. سيكون هناك حفل في هذا اليوم، سيكون هو عبارة عن عرض تاريخي ولمراحل تطور وبناء ليبيا، ويعبر على الهوية الوطنية الجامعة اللي تجمع الليبيين جميعا. وستكون هناك عدد من المحطات سيتم التعبير عنها واللوحات الفنية اللي تعرض الهوية الجامعة اللي تجمع الليبيين شرقا وغربا وسطا وجنوبا، وامتداد هذا التاريخ الزاخر الحقيقة بالأحداث والزاخر بالأبطال، والتاريخ اللي هو يبعث على الافتخار والاعتزاز. ليبيا الحقيقة تاريخها مشرف، والأبطال والمتميزين والذين سطروا في تاريخ ليبيا بأحرف من نور في تاريخها ليبعث على الاعتزاز لكل أبناء الشعب الليبي. هو موش غلط أن يتم الانفاق حول الاحتفالات الوطنية، بالعكس هذا مظهر من مظاهر القوة، وهذا مظهر من مظاهر الاعتزاز، وهذا مظهر من مظاهر التقدير أن احنا ننفق على الاحتفالات الوطنية. الحقيقة أن اللجنة العليا للاحتفالات لم تتجاوز الانفاق المأمول والمقبول والمنطقي، وأبعد من ذلك احنا وجهنا اللجان التنظيمية واللجنة العليا إن شاء الله تعالى سيتم عقب الاحتفال المبارك إن شاء الله ستعلن وفق منهجية عمل حكومة الوحدة الوطنية، هذه الحكومة اللي تنتمي إلى اسمها، هذه الحكومة القريبة من الناس، هذه الحكومة التي اعتمدت منهجية ومقاربة لم يسبق وان اعتمدتها أو على الأقل كانت مهجورة إن صح التعبير، وهي مقاربة المكاشفة. احنا حنوجه كل اللجان الفرعية، وجهناها بالفعل، بعد عقب الاحتفال مباشرة سيتم عقد مؤتمر صحفي سنوضح فيه بالتفصيل حجم الانفاق اللي يتم على المستوى المركزي ما خصص من مبالغ في إطار التنظيم والإعداد، وعلى المستوى المحلي أيضا على المستوى البلديات، لأن إن شاء الله سيتم تخصيص بعض المبالغ المالية في إطار وزارة الحكم المحلي لتنظيم ومساندة الإدارات المحلية لتنظيم هذا الاحتفال، واللي نأكدوا عليه واللي نأمنوا عليه هذا أمر صحيح، وهذه ظاهرة صحية، وهذا هو المنطقي، أن الدولة احتراما لأبناء شعبها واحتراما لتاريخها ولهويتها الوطنية أن تحتفل بهذا المظهر. فإحنا ما عندناش غضاضة الحقيقة، وإن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمبالغ المالية سيتم مكاشفة حول المبالغ اللي تم تسخيرها وحجم الانفاق اللي تم فيه، بالإضافة أن كل ما سيتم انفاقه سيتم وفق الدورة المستندية والإجراءات التي تحافظ على المال العام. نحن في المركز الوطني للأرصاد الجوية باعتباره الجهة الاعتبارية الخاصة بالحديث عن تغيرات الطقس والمناخ في ليبيا، بداية لكم كافة تحايا زملائنا في المركز الوطني للأرصاد الجوية. من خلال تتبعنا لخرائط الطقس وتحليلها في هذا اليوم، يوم الخميس اللي هو يوم الغد، تتأثر أغلب مناطق ليبيا بكتلة هوائية باردة منخفض جوي خلال أو داخل الساحل الليبي على الشاطئ الليبي. هذا المنخفض الجوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا، وبالتالي متوقع بإذن الله حركة هذا المنخفض تكون تأثيرها بداية من هذه الليلة على مناطق شمال غرب ليبيا بصفة عامة، ومتوقع خلال حركة هذا المنخفض أن يسبب تقلبات جوية. هذه التقلبات أبرزها عنصر الرياح، وهو نشاط الرياح السطحية، وبالتالي في مثل هذا اليوم عادة تجمع الناس، يعني عنصر الرياح بداية نهار الخميس وحتى فترة الظهر وبعد الظهر، يعني نشطة نسبيا رياح شمالية غربية باردة، هذه الرياح
وبالتالي لا تساعد على نزهة أو احتفال في مثل هذا اليوم، إضافة إلى متوقع بإذن الله يعني خلال هذه التقلبات تأثيرها يكون بسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق، خصوصا المنطقة الممتدة من شرق طرابلس إلى سرت، وبالتالي هذا المنخفض متوقع له بعون الله يعني من فترة مساء يوم الخميس اللي هو يوم الغد أن يتحرك تدريجيا ناحية المناطق الشرقية، وبالتالي يقل فعاليتها ليلة الخميس. بصفة عامة خلال هذا اليوم يعني الطقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا، خصوصا لنشاط عنصر الرياح وانخفاض درجة الحرارة، وكذلك لأمطار متفرقة من حين لآخر يبدأ أو تقل فعالية هذا المنخفض من آخر مساء يوم الخميس، ويتحرك تدريجيا ناحية شرق ليبيا، وبالتالي بعون الله متوقع إن شاء الله حسب خرائط الطقس وتحليلها أن يسيطر المرتفع شبه المداري أو المرتفع الأتزوري على أغلب مناطق ليبيا، وبالتالي يحدث استقرار في عناصر الجو أبرزها عنصر الرياح يقل، وكذلك الاستقرار لانقشاع السحب اللي متوقع أن تكون ممطرة في بداية يوم الخميس كما أشرنا، وبالتالي من خلال توصياتنا نحن كمركز الوطني للأرصاد الجوية نعني يوم الجمعة بعون الله يوم 18 حيكون ملائم من جميع النواحي الجوية. هذا فيما يتعلق بهذا اليوم.